السلام عليكم، حالمك وسرجة من زمان. يعني فيديو جديد من سلسلة بطاقات اللاعبين في الألتيميت تيم، وعندنا في هذه الحلقة الخمس لاعبين اللي هم جونزالو إيجواين وفيا وتوتي وأدوريز وجريزمان. فأتمنى دعمكم بزر اللايك، ويلا خلينا نبدأ على طول. عندنا اللاعب الأول اللي هو جونزالو إيجواين. في فيفا 10 بطاقته كانت قوتها 85، كان يلعب طبعا مع ريال مدريد. كانت عنده أعلى طاقة اللي هي السرعة 88 والدربل 85، عنده الشوط 79 والباصات 72 والهيد ايضا 72. فيفا 11 الريتنج ضل على حاله 85، السرعة انخفضت 1 ل 87، الشوط ارتفع ل 83، الدربل انخفض ل 84، والباصات انخفضت ل 71. وفيفا 12 الريتنج ضل على حاله ايضا 85، عنده السرعة انخفضت ل 80، يعني انخفض 7 في السرعة، الشوط انخفض 1، وعنده الدربلينج انخفض 1 ايضا ل 83. عند فيفا 13 الريتنج ضل على حاله 85 ايضا، مع انخفاض يعني في الطاقات ملحوظ. السرعه انخفضت 78، الشوط انخفض ل 81، الباصات ارتفعت ل 72، الدربل انخفض ل 82. فيفا 14 الريتنج ضل يعني نزل 1 ل 84، طاقاته يعني ايضا تقريبا يعني ظلت على حالها، مع انها انخفضت شوي. يعني عنده السرعه ظلت على حالها، الشوط ضل على حاله، الباصات انخفضت ل 63، وعنده الدريبلينج انخفض ل 76. فيفا 15 الريتنج ضل على حاله 84، طاقاته ارتفعت صراحه يعني، لكن الريتنج ضل على حاله. عنده السرعه ارتفعت ل 81، الشوط ارتفع ل 84، الباصات ارتفعت ل 68، عنده الدريبلينج ارتفع ل 80. في فيفا 16 ريتنج ضل على حاله 84، يعني الطاقات ما اختلفت الصراحة كتير. فعنده السرعة انخفضت ل 80، الشوط ضل على حاله 84، الباصات على حالها 68، والدربل ارتفع 1 ل 81. فيفا 17 ريتنج ارتفع ل 88 على الموسم الصراحة اللي قدمه، يعني موسم جدا ممتاز كان مع نادي نابولي وانتقل بعدها لنادي يوفنتوس. الريتنج 88، عنده على طاقة اللي هي الشوط 87، عنده السرعة 80، الدربل 82، عنده الباصات 68، وعنده الفيزيكال 74. فهذا كان بالنسبة يعني للاعب الأول في هذه الحلقة. ننتقل على اللاعب اللي بعد عندنا، واللي هو أدوريز. عنده الريتنج فيفا 10 كانت 78، يعني طاقته تعتبر كويسة نوعا ما. عنده السرعة 80، الشوط 74، الباصات 69، دربل 73، والهيد 79. فيفا 11 الريتنج ارتفع ل 79، عنده السرعة 81، الشوط 76، دربل 75. طبعا اللي يميزه انه الهيد عنده 90، يعني الهيد يعتبر جدا عالي الرأسيات. فطاقات أدوريز يعني ما يميزها شيء غير أن الهيد جدا عالي. فيفا 12 ريتنج ضل على حال 79، عنده أعلى طاقة اللي هي الهيد، ارتفع 1 ل 91، يعني هيد خرافي الصراحة. وباقي الطاقات يعني تعتبر عادية نوعا ما. فيفا 13 ريتنج انخفض لل 77، عنده الهيد انخفض ل 88، وعنده الشوط 73 ودربل 71. في فيفا 14 ريتنج ارتفع ل 79، على طاقة اللي هي الهيد 88، والشوط 76. في فيفا 15 الريتنج ارتفع ل 80، على طاقة اللي هي الشوط 81، وعنده الفيزيكال 78. طبعا شالوا الهيد حطوا فيزيكال فيفا 15. وعندنا فيفا 16 الريتنج ارتفع ل 82، يعني عنده على طاقة اللي هي الشوط 83، الفيزيكال 81، عنده تريب 72 والسرعة 71. فيفا 17 ريتنج ارتفع لل 84، عنده اعلى طاقة اللي هي الشوط 83، عنده الفيزيكال 79، الدربل 76، والسرعة 70. فهذا بالنسبة للاعب الثاني في هذه الحلقة. ننتقل على اللاعب اللي بعده، واللي هو فرانشيسكو توتي. عندنا فيفا 10 ريتنج 89، ريتنج يعتبر جدا خرافي بالنسبة لتوتي. يعني مركزه سي اف، عنده اعلى طاقة اللي هي الباصات والدربل 92، عنده الشوط 88 والسرعة 78. فيفا 11 ريتنج انخفض ل 82، انخفض يعني الصراحة كثير في الريتنج. عند الشوط اعلى طاقة، عفوا الدربل اعلى طاقة 86، عند الشوط 85 والباصات 85. فيفا 12 ريتنج انخفض لل 80، عنده يعني اعلى طاقة اللي هي الشوط 84، عنده الباصات 83، عنده دربل 81. فيفا 13 ريتنج انخفض 79، عنده اعلى طاقة الباصات 89، يعني باصات تعتبر جدا خرافية الصراحة. عنده الشوط 85 والدربل 85. ما اعرف ليش اعطوه يعني ريتنج 79، مع انه طاقاته تعتبر كويسة، لان اساسا يعني السرعة ما تنحسب من ضمن الطاقات. ففيفا 14 ريتنج ارتفع ل 82، مركزه ال دبليو، عنده على طاقة الباصات 88، الشوط 85، الدربل 84. فيفا 15 ريتنج انخفض ل 80، عنده الباصات 87، الشوط 83، والدربل 81. السرعة طبعا السرعة 40، السرعة صارت يعني جدا تعبانة عنده. فيفا 16 ريتنج ضل على حالة 80 مع انخفاض يعني 2 في السرعة، يعني ما راح تفرق كتير على اساس انه يعني من 40 ل 38 يعتبر بطيء جدا. فعنده على طاقة الباصات 87، عنده الشوط 84،
والدربل 81. فيفا 17 ريتنج ضل على حاله ايضا 80، والطاقات ايضا يعني ضلت على حالها تقريبا كلها ما عدا الفيزيكال. عنده السرعة ضلت على حالها، الشوط على حاله 84، البساطة حالها 87، الدربل على حاله، والدفاع على حاله، الفيزيكال انخفض 2 ل 66. فهذا بالنسبة للاعب الثالث في هذه الحلقة. ننتقل على اللاعب اللي بعده اللي هو انطوان جريزمان. فيفا 10 وفيفا 11 ما كان موجود في اللعبة. فيفا 12 اول نسخة نزلت له يعني كان الريتنج عنده 76، كان يلعب مع ريال سوسيداد، عنده الدربل 83، السرعة 80، والبساط 71. فيفا 13 الريتنج ارتفع لل 77، عنده اعلى طاقة للدربل 83، السرعة 80، والبساط 70. فيفا 14 الريتنج ارتفع لل 80، طاقته يعني صارت كويسة نوعا ما، عنده الدربل 84، السرعة 81، الشوط 72، عنده البساط 77. فيفا 15 الريتنج ارتفع لل 82، طبعا مركزه ال دبليو كان يلعب يعني كجناح يسار، عنده اعلى طاقة اللي هي السرعة يعني 85، والدربل 83، عنده الشوط 77، والبساط 76. فيفا 16 ريتنج ارتفع عنده ل 83، عنده اعلى طاقة السرعة 85، والدربل 84، وعنده الشوط 81، يعني تعتبر طاقة جدا كويسة. فيفا 17 يعني تطور اداؤه بشكل رهيب واستحق ان ينزل له ريتنج 88، عنده اعلى طاقة للدربلينج 87، السرعة 86، الشوط 85، والبساط 78، افضل الطاقات عنده. فهذا كان بالنسبة للاعب الرابع واللي هو جريزمان. ننتقل على اللاعب الاخير عندنا في هذه الحلقه واللي هو دافيد فيا. فيفا 10 كانت بطاقة قوه 89، كان يلعب مع نادي فالنسيا الاسباني، اظن انه كان يعني يلعب مع برشلونه لكن ما نزلوا له نسخه برشلونه، نزلوا له نسخه فالنسيا بس. فكان الريتنج عنده 89، عنده اعلى طاقه الشوط ايضا 89، وعنده السرعه والدربل 286، طاقته تعتبر جدا خرافيه الصراحه. فيفا 11 ريتنج خفض لل 88، عنده اعلى طاقه الشوط 90، السرعه 86، الدربل 86، عنده الهيد 75، والباصات 73. فيفا 12 ريتنج ضل على حاله 88 يعني، بس اختلف المركز صار يعني من اس تي ل ال دبليو. فعنده اعلى طاقه اللي هي الشوط 89، عنده الدربل 86، والسرعه 85، والباصات 73، والهيد ايضا 73، طاقه فيها تعتبر جدا كويسه. فيفا 13 ريتنج خفض لل 85، وطاقته ايضا انخفضت الصراحه يعني، السرعه انخفضت يعني خفض 6 في السرعه، خفضت بشكل كبير يعني. فعند الشوط 87، والدربل 85، البساط 74، والهيد 72، والسرعة 79. ففيفا 14 الريتنج ارتفع لل او عفوا الريتنج خفض لل 83، مركزه ال دبليو، اصبح يعني يلعب مع اتلتيكو مدريد، انتقل من برشلونه لاتلتيكو مدريد، عنده اعلى طاقه الشوط 85، والدربل 85، عنده السرعه 77، والباصات 74، والهيد 71. فيفا 15 ريتنج خفض لل 80، عنده اعلى طاقه للشوط 83، عنده الدربل 82. فيفا 16 ريتنج ضل على حاله 80، الشوط 83، والدربل 82، طاقته يعني تقريبا ضلت على حالها مع السرعه انخفضت 1. فيفا 17 ريتنج ارتفع عنده ال 82، عنده اعلى طاقه الشوط 82، والدربل 82، عنده السرعه 73، والباصات 72، والفيزيكال 68. فهذا كان بالنسبه يعني لاخر لاعب عندنا في هذه الحلقه. فبس شباب وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى الفيديو عجبكم، اذا عجبكم الفيديو لا تحرمونا من زر اللايك واشترك في القناه اذا ما كنت تشترك. فبس هذا كان عندي اليوم، اشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه، في امان الله.